أنا أسكن في سكن واشترط علي الذي أجرني السكن ألا أسكن أحدا معي وألا أطبخ الطعام فيه، فهل هذا الشرط صحيح ويجب علي الوفاء به؟ نعم، الشرط صحيح، يعني له ملحظ أن الطبخ في هذه المكان يأثر في الغرفة ويؤثر في الشقة، ولهم الحظ صحيح وشرطه صحيح. كذلك إذا جاء عندك زيادة ناس ربما أنه يحصل منهم ضرر على المسكن أو نعم.